مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية والهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية، يوقعها عن الجانب الأردني معالي زينة توقان وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. البرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة بين البلدين، يوقعه عن الجانب الأردني معالي الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. البرنامج التنفيذي الزمني لمذكرة التفاهم والمنبثق عنها الملحق للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، يوقعه عن الجانب الأردني معالي وفاء بني مصطفى وزير التنمية الاجتماعية، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية بترا ووكالة أنباء الشرق الأوسط، يوقعه عن الجانب الأردني معالي فيصل شبول وزير الاتصال الحكومي، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين، يوقعه عن الجانب الأردني معالي فيصل شبول وزير الاتصال الحكومي، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني، يوقعه عن الجانب الأردني معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، وعن الجانب المصري معالي حسن شحاتة وزير العمل. البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة،
يوقعه عن الجانب الأردني معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، وعن الجانب المصري معالي حسن شحاتة وزير العمل. مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المصرية، يوقعها عن الجانب الأردني معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، يوقعها عن الجانب الأردني معالي الدكتور فراس الهواري وزير الصحة، وعن الجانب المصري معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية ووزارة الأوقاف المصرية، يوقعها عن الجانب الأردني معالي المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. اتفاق ثنائي بين شركة البريد الأردني والهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية في مجال خدمات الدفع البريدية الإلكترونية، يوقعه عن الجانب الأردني معالي المهندس ماهر أبو السمن وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، وعن الجانب المصري معالي الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي. أصحاب الدولة، للتفضل بتوقيع محضر اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة نيابة عن حكومتي البلدين.